اهلا بكم في كيتيز كوكين. كالو سيرسات استو كانالو من كيتيز كوكين. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوه، دقيق كنتاكي. طبعا كلنا عارفين دقيق كنتاكي من اشهر الاكلات السهله البسيطه، بس عايزين نعرف السر بتاعها وسر قرمشتها. خليكم معايا، حاجه واحده بس هتخليكم عارفين سر القرمشه بتاعتها زي بتاعه المطاعم بالظبط، مقرمشه جدا ومسويه من جوه وحلوه خالص. سيمرا تفيكشن مازي توكوتابلو يتوكيفسي اني بولي اوريكي بولي ترغانو. عايزين فرخه تكون متقطعه، ممكن وراك فراخ او فراخ كامله نفس الطريقه. طبق فيه ميه، وهحط معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار ملح وبصله مقطعه و ورق لورا، وهبتدي احط قطع الفراخ. دي خطوة مهمة جدا جدا جدا، بتخلي الفراخ طرية ومستوية من جوه. تفرنا مغال بياتيلا ايفالا ديو كوتاليا مغالا زخري كي ديو كوتاليا اللاتي فيلا دافني كينا مغالو كريميدي تعفينو يا ديو اورش مش شفتو تنرا. بسيبها ساعتين في المية دي، وممكن نسيبها الليل كله. بعد كده بجيب طبق احط فيه كوباية لبن كبيرة وملح وفلفل ومعلقة خل، بقلبهم مع بعض وابتدي اسقط الفراخ اللي انا نقعاها في المية والبصل والملح. اخو فيري مغالي بياتيلا افادا انا بوتيري غالا لغو اللاتي كي لغو بيبيري كي انا كتالك سيدي كي تغالو تو كتوبلو مسا افغالو تو كتوبلو افغالو تو كتوبلو από το νερό και θα τα βάλω σε αυτό το μείγμα. Για μία ώρα πάλι θα το αφήσουμε. Γιπτ الفراخ بتاعتي الوراك او القطع بتاعتي الفراخ وابتدي اشرخها علشان لما اقليها يدخل الزيت جوه وتتقلي كويس، وكمان الحليب اللي احنا عملناه مع بعض يدخل جوه الفراخ وخليها تطرى وتبقى طرية وتستوي معايا. هو ده السر اللي معايا النهاردة، ان انا لازم اشرخها علشان يدخل فيها اللبن والملح والفلفل والخل ويخليها طرية من جوه ومقرمشة من بره. بيرتا كتوبلا كي اخو كان تريبوليس تريبوليس يانا بورنا توبالوس تو ميجما كينا تدغانيجو نعيني بولي كالوبس منو كي ابو ميسا كي ابو اكسو. جبت طبق من الدقيق، بيكون كوبايتين دقيق ونص كوباية نشا، وهحط عليهم البهارات ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وكزبرة وشطة حراقة لو عايزين وبابريكا وزعتر. سافيرو ديو بوتيريا لافري كي مشو بوتيري كورن فلاور ثافالو علاتي كي بيبيري بابريكا سكوردو تريمانو كريميدي تريمانو كوليانترو تريمانو كيريغاني. بعد كده بقسم الخليط بتاع دي على طبقين، طبق بحط فيه بيضتين وشوية مية واقلبه. هو ده هو اللي احنا هنحطه علشان نبتدي نقل. اخو فالي افتاتا ميجما تو الليفري يا ديو بياتيلس تي دفتر بياتا ثوالو ديو افغا كي لغو نيرو كي ثتو كانو ميجما سان كريبا. ثوالو بروتا تو كتوبلو ميسا και μετά θα το βάλω στο αλεύρι και κατευθεία στο τηγάνι. Χατήτ κούτα αλφρέχ τα λατάχα μην الحليب اللي انا نعاه فيها، حطيته في الخليط اللي انا عاملاه زي الكريبة كده او زي الكيكة، وهبتدي اشيله من الخليط دوا واحطه في الدقيق واهزه كويس عشان يعمل الحاجات المقرمشها اللي من بره وياخد الشكل الجميل ده، وابتدي اقلي في زيت حامي واغطيه. اول ما ينزل في الزيت الحامي بعد كده هغطيه بغطا على نار هاديه شويه لحد ما يستوي من بره ومن جوه. هعمل كل القطع بتاعتي كده، وهي برضو نفس الحكايه هحطه في الزيت واغطيه شويه وابتدي اطلعه. اخو فال داغوتوبلا ميسس تجاني έβαλα και το καπάκι για να κάτσει 10 λεπτά και είναι ψηθεί από μέσα και από έξω. Είναι πολύ τραγανό, είναι ακριβώς όπως το KFC
كده انا هيك ترافيكس كفلو لادي حلو جدا ومقرمش وما شبش معايا زيت خالص سكفتو لادي فازو تا كوماتيا بتا كوتوبلو مخر να ψηθούν θα φτιάξω και πατάτες τηγανιτές και μια σαλάτα κολοσλό. Λάχαντε με επίπτυντο ιτήλου μάια άλλα νόρ χάτια, ακούμε γαχίζα πατάτες μελία ου σαλάτα κολοσλό. Τρία σάλα γίντα να τλούω αφρικόνα πτάτη. Μάα σβάιτ πατάτες ου σαλάτα κολοσλό ου κατσαπ, ατάκλω αχλά وجبة كنتاكي. زي ما انتوا شايفينها ما شربتش الزيت خالص ومقرمشه حلوه جدا. اسمعوا الصوت، صوت القرمشه بتاعتها وان انا بعملها بالشوكه، صوتها فعلا فعلا من بره مقرمشه ومن جوه طريه ومستويه وزي الكي اف سي اللي بنشتريه من بره بالظبط بالظبط دجاج كنتاكي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا وهيطلع معاكم دجاج كنتاكي احلى من بتاع بره ومش هتشتروه تاني خالص. مفتوض دروبو اني بولي اوري تو كي اف سي دي تا توكسانا غوراز دا بو اكسو خارستو بولي كي كاليسا شوركس. شكرا لكم حبيبي وبالف هنا وشفا.